ولمزيد من التفاصيل حول آخر التطورات على الساحة السورية وخرق نظام للهدنة، معنا ميشيل كيلو الكاتب والسياسي السوري. أهلا ومرحبا بك سيد ميشيل. بداية، النظام السوري وروسيا يواصلان قصف المناطق التابعة للمعارضة السورية على الرغم من الكثير من أن الكثير من هذه المناطق ضمن مناطق خفض التصعيد التي أقرتها روسيا. كيف تعلقون على ما يجري وما موقف باقي الدول الضامنة ومن الذي يستطيع إيقافها؟ يعني بدنا نميز بين موقف روسيا والنظام. نعم. روسيا قالت في البداية أنها تضرب أي طنطرات. النظام يريد أحقاق الجهد الموجه نحو إقامة مناطق خفضة التوتر فيها استقلالية عن منفصلة عن سيادته، تدير نفسها بنفسها، فيها قوات مسلحة، فيها قوات كبرى، فيها قوات مقاومة لا يجوز مقاتلتها، لا يجوز ضربها، في ضمان روسيا أنها لن تضرب. موقف روسيا شيء وموقف النظام، موقف روسيا يتوجه في الخوطة الأساسية نحو بقايا التي لم توافق على تغيير على الخروج من تنظيم هيئة تحرير الشام، يعني النصرة. نعم. نظام يضرب الكل حتى يحبط الخطة من أساسها. طيب، يعني هل هناك مناطق أخرى ستضاف إلى مناطق خفض التصعيد في سوريا؟ نعم نعم، ستضم منطقة إدلب بدون أي شك إلى المناطق التي تم هو في خمس مناطق أو في أربع مناطق. نعم. حتى الآن تثبيت الوضع في ثلاث مناطق، باقي منطقة رابعة هي المنطقة الأكبر، تشمل إدلب، ريف حماة الشمالي، قسم من الساحل السوري وشمال منطقة شمال وغرب حلب، هي فعليا منطقة كبيرة جدا. رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم أكد أن بلاده اتخذت تدابير أمنية على المنطقة الحدودية مع سوريا بسبب سيطرة ما وصفها بالتنظيمات الإرهابية على مدينة إدلب. ما المبرر لهذه الخطوة والمستهدف منها من هو؟ هناك هدفان مزدوجان. نعم. الأول هو دخول المنطقة كي تلعب تركيا دورا أساسيا في منع جماعة حيدا وليفكا من أن يقيموا حاجز كردي جنوب تركيا يتواصل مع المنطقة الكردية داخل تركيا ويمكن أن يتسبب بمشاكل أمنية كبيرة للدولة التركية. السبب الآخر هو أن تركيا تريد أن تعزز موقع داخل سوريا وتريد أن تخرج الأزمة السورية من وضع الداخلي، من حساباتها الداخلية، وهذا يحتم ان توسع المنطقه التي اثبتها منطقه درع الفرات والتي تم ايقافها قبل ان تاخذها بكاملها كما كانت اعلنت عن ذلك. نعم. كانت اعلنت انها ستكون 5000 كيلومتر وتوقفت بعد 2000 كيلومتر. نعم. وبالحقيقه تركيا مستعده تماما لكنها في طور تفاوض مع الروس ومع الامريكيين، لان الروس والامريكيين ليسوا موافقين على ان توسع تركيا دورها في سوريا. طيب، ماذا عن المناطق الاخرى التي تتواجد فيها هيئه تحرير الشام؟ ما الصيغه الدوليه المتفق عليها لتجنيب المدنيين تبعاتها؟ من حيث المبدا يقال ان هيئه تحرير الشام هذا قرار، اما ما يدور هو ايجاد حل لهذه المشكله، لان منطقه ادلب مكتظه بملايين الناس، مليونين ونصف وستكون هناك جزر توسيع المدنيين في حال تم شن حرب على جبهه تحرير الشام او ضد جبهه الشام. فهناك مساعي تركيه وهناك مساعي داخليه ايضا لاقناع جبهه تحرير الشام اما تغادر الثقه فعلا الحل نفسها او امام قوى اخرى، يعني هناك مساعي تبدا ذات السياق. وانا بعتقد انه لم تقف هي بما كانت قد خططت له بعد كي تنجز هذه العمليه في البدايه، لا تريد ان تدخل تركيا في حرب لا مع جبهه تحرير الشام ولا مع السوريين، لذلك بعتقد لعب هذا دور بانها لا تزال تنتظر. الكاتب والسياسي السوري الاستاذ ميشيل كيلو، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.